الممثلة التونسية درة زروق حاولت تطلع من الإطلالة التقليدية لحرية البحر، وعن تعاوناتها مع مصممي الأزياء بتونس ولبنان وكل العالم العربي قالت: يعني أنت القمر المنور اليوم ببروك قلب. يعني شكراً، شكراً لك. يعني الإطلالة ديفرنت، اللوك ديفرنت، حورية بحر مختلفة. أحلى حاجة أنه يكون حورية بحر مختلفة. يعني أنا عارفة أن الثيم ميرميدز، بس ما كنتش عايزة أعمل التيبكال ميرميدز يعني كأنه كاستم. يعني لا، حبيت يكون في إنسبيريشن بس يكون بشكل مختلف. وهو الفستان من تصميم المصمم التونسي العالمي علي القروي، والستايلست موجو محمد أشرف، وميك أب أرتست مونا جمال، والبيجو يعني المجوهرات شوباخ يعني، وفي شوية يعني الشنطة مدية شوية الميرميد كمان. والصراحة دراء أحلى شيء إنه دعم أولاد البلد لبعض، مختارة اليوم مصمم تونسي. اليوم مختارة مصمم تونسي. أنا الحقيقة يعني بلبس من مصممين من كل الوطن العربي، يعني بلبس كتير كتير من مصممين لبنانيين طبعا، لأن هم متميزين جدا جدا في الفاشن وفي التصميم الأزياء. بلبس من مصممين طبعا توانسة زي علي القروي، ومن زمان كمان يعني من قبل ما يبقى مشهور بلبس من عنده وغيره. وبلبس كمان مصممين مصريين، من مصممين من الأردن، من الخليج، من فلسطين. يعني أنا لبست من كل الوطن العربي. تطلعي حلوة. المغرب كمان يعني. بناء على تجربتها الخاصة وبعيدا عن التلفزيون والسينما، أكدت درة على مدى حبها الكبير لخشبة المسرح. أول ما بشوفك درة بقول الفن بخير. قولي لي ليش؟ ليش؟ لأنه لهلأ أنت ملتزمة بالمسرح، بتعملي أعمال مسرحية، بتعملي سينما، ما أخذتك الأضواء أنه شو عمل مسرحي أتعذب بروفات شهرين ثلاثة كرمال أعرض يومين. لا بالعكس، أنا بحب المسرح ومن زمان بحب المسرح، لأنه بدايتي كانت في المسرح في تونس. وبعدين لما رحت على مصر شوية أخذني أكتر التلفزيون، المسلسلات والأفلام، السينما، بس رجعت على المسرح وعملت مسرحيتين ومبسوطة. وبالعكس بحب الأجواء، بحب إن أنا أعمل بروفا، بحب والله إحنا عم نبسط أكتر منك وقت. شكراً شكراً والله. ونفسي تحضروا المسرحيات، لأنه فعلاً أنا بحب المسرح جداً، وبحس على خشبة المسرح بحس يعني نفسي فعلاً بعمل الحاجة اللي بحبها. المسلسلات اللي عم تطلع جديد، المسلسلات العربية هي اللي منسوخة عن التركية، عم تتابع شي درة بيستهويكي هيك نوع كمشاهدة انك تشوفي مسلسل طويل 90 حلقة؟ بصراحة مش عايزة حد يزعل مني. طبعا انا عارفة انه هي مسلسلات ناجحة، وزمايلي يعني كلهم حبايبي نجحوا فيها جدا، لكن انا الحقيقة لا تستهويني قوي. انا حاسة ان احنا كعرب عندنا مواضيع كتير ممكن نتكلم عنها، مش لازم نستنسخ يعني تركي، لكن اوكي انا مش ضد يعني انه ناخد نقتبس او ناخد افكار عالميه او كلاسيكيات او كده، او حتى من التركي، لكن يكون مره كده ومره كده. يعني ما ينفعش تصير الدراما العربيه كلها في التوجه ده، والحمد لله هي مش كلها في التوجه ده. يعني زي ما في النوعيه دي اللي هي السوب اوبرا، في كمان نوعيات تانية موجوده، وانا شايفه النوعيات التانية لازم تفضل موجودة. تعرفي شو درة كمان؟ صار الأتراك ياخدوا من عنا، هلأ أخدوا صاروا مسلسلين، متخيلة؟ أخدوا تبادل يعني تبادل ثقافي، مش مشكلة. إحنا على فكرة إحنا ثقافتنا قريبة جدا من ثقافة الأتراك، لأنه إحنا كنا دولة عثمانية يعني معظم الدول العربية، وعندنا شوية أشياء كتير مشتركة في ثقافتنا وتراثنا. فا اوكي المواضيع ممكن تتعمل، يا اما هم ياخذوا مننا احنا ناخذ منهم، مش مشكله يعني. وبالنسبه لعميلة الادمي، رح نشوف درة بمسلسلين جديد. بعد ما فاجاتينا بالمتهمه وهذا الكاركتر درة، واو شو عملتي؟ شو في شيء جديد عم تحضري؟ في شيء على رمضان او بعد رمضان؟ شوف انا بعمل، انا عندي شيء جديد اللي هو مسلسل الذنب. انا خلصته الذنب مع هاني سلامه، وحيكون كمان جديد ويعني زي المتهمة. حتبهرينا أكيد. أتمنى والله أتمنى. وفي مسلسل أنا بعمله اسمه إثبات نسب. الحقيقة إحنا صورت جزء من المسلسل، مسلسل حلو اجتماعي تشويقي. كمان أنا حابة القضية اللي بيطرحها، لكن هو احتمال ينزل في رمضان، احتمال بعد رمضان، لأنه لسه ما تقرر، واحتمال ما نلحقش ننزل في رمضان فنأجله. حسيت رح نتعاطف معك كتير بهذا العمل. أتمنى والله تتعاطفوا معي على طول.